هذا يقول: بفضل الله لقد أتممت عمرتي، فهل لي أن أعمل عمرة لوالدي الميت؟ ومن أين أحرم؟ نعم، لك أن تعمل عمرة لوالدك الميت أو لغيره، وتحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من الحل خارج الأميال، ولكن كما ذكرنا كونك تبقى في المسجد الحرام وتتعبد فيه أفضل من الذهاب للعمرة لعمرة ثانية. وإذا أردت أنك تنفع والدك تدعو له، تكثر من الدعاء له في الطواف، وفي دعائك لنفسك تدعو لوالدك، ويكفي هذا عن العمرة. إذا جيت مرة ثانية إلى مكة تجعل العمرة لوالدك، إذا جيت من بلدك مرة ثانية تجعل العمرة الثانية لوالدك أو لمن تريد.